السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في فضاء اسماء. كرحب بكم جميعا، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بفيديو جديد نتاع المشتريات. كيف ما العاده من مغازا اكسيون، خديت بعض الاشياء المنزل متعلقه بالديكور بالاثاث بالتزيين او التنظيم، وقلت غادي نتقاسمها معكم باش تعرفوا شنو كاين وشنو المستجدات ديال الساعه. بقاو معايا الاخر، وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تخليو لي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي كنتمنى انه يشترك. مرحبا بالجميع، وكنبدا معكم على بركه الله. اول حاجه كاين هاد الطبيصلات هادو، متكونين من ثلاثه نتاع لي كومبارتيمون كيف ما كتشوفوا هنايا، ها هما ثلاثه وفيهم هاد اليديده هادي كتهز منها. الوغ هادو غادي تلقاوهم في لا غايون ديال نتاع المعن، وبارفو تيكونوا غير في السونتر كيحطوهم تما. الثمن ديالهم اورو و 99، يعني تقريبا جوج ديال الاورو. غادي نحل معكم وحده، غادي نشوفوا كي دايره من الداخل. انا هنايا فيها غادي تلقاو فيها جوج تاع البياسات هادي وهاد الطبيصلات اللي هما هادو. فيها هاد الفيس هنا كيتحل صافي. هنايا ركبتها، التركيب ديالها سهل يعني ما فيهاش شي حاجه. فيها هاد الفيس هنايا صافي، فوالا كيجي الشكل ديالها زوين. خديت ايضا هاد البريزونطوار هذا من المرايات اللي فيهم دوز ايطاج، كيجي على هاد الشكل هذا، يجي فيه المنظر زوين هكا يتحط في الطبله مع هاد الحلويات هادو. هذا الثمن ديالو كيدير تقريبا 4 اورو كما كتشوفوا، انا ما حليتوش. فوالا، ولكن غادي نحلو معكم نشوفو شنو كاين فيه. فوالا كيجي على هاد الشكل هذا، مغلف هاد لي بابي بول. كما كتشوفو هنايا المرايا الاولى في هاد الوريقه اللي كتبين الطريقه ديال التركاب ديالو، ثم المرآة الثانية اللي هي هادي، فيها هنايا هادو باش ما يبقاش يزلق، تحت فوق الطبلة باش يتثبت. وعاطين هاد اليد ديالو كما كتشوفوا هنايا، هاد لي ديتاي هادو فيهم البغيون. فوالا هذا هو الشكل ديالو. في هذا المكان هذا الشيء اللي في وسط منه، يعني حتى هو غادي يكون التركاب ديالو سهل، ما غاديش يطلب منا شي حاجه، حتى لي فيس راه معاهم كلشي فيه. فوالا خديت كذلك هذه الطبيله هذه اون ميتال وفيها ميغوار من الداخل، غادي نحلها لكم غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش داير. الوغ هنايا هذا البلاطو هذا اولا هذا بسي سونتريك كيتكون من هذه الحديده، ديرها هكا كتحل. كتحط هكا وكيجي هاد البلاطو هذا باش تحط فوق منه صافي، وكتجي على هاد الشكل. هي الطول ديالها غادي نقول لكم شحال فيه، على هادو هما لي ديتاي اللي فيها، والمرايه هنايا في الوسط. بالنسبة للعبارات ها هما 23 على 28 سنتيم في الطول. هذه الثمن ديالها شبونسي 3 اورو. فوالا شوفوا الشكل كيفاش داير بارابور لو بري، فريمون سافو لو كو. نسيت ما قلت لكمش، هادو فيهم الالوان، كاين هذا الابيض وكاين شكل واحد اخر اولا لون واحد اخر اللي هو الكري اللي فيهم جوج. هاي فوالا هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم. خديت ايضا هاد الفانوس هذا الصغير في الابيض كما كتشوفوا الشكل ديالو كي داير. الو هذا الثمن ديالو كيدير معقلتش بالضبط 2 اورو اولا 3 اورو. فيه الكري والكحل
وهذا اللون هذا الابيض كما كتشوفوا كيتحل من هنا هاد القفل هذا اولا هاد الساروت. فوالا دابا غندوز معكم الاتات. هاد الاسبوع هذا اللي داز لقيت هاد لي بلاد اون فوغور، هما كدايرين شوف الشكل ديالهم كيفاش داير، رطيط بين بزاف غزالين فيهم هادو لي ديمونسيون. خديت هادي فيها متر وعشرين على متر وخمسين، كدير لقيتها بستة اورو، ونورمالمون الثمن ديالها واقيلا شي تسعة اورو. فوالا شوف معايا كي دايره ارتطبة، وحتى هذاك الخش ما كتلقوش. فوالا كانت عندي ديجا وحده وزدت هادي وحده اخرى هكا دايرين. هادي خديتها في بلون كاسي، وخديت وحده اخرى في الكري اللي هي هادي. فوالا كما شفتوا معايا الطيطبين بزاف وسخانين. فوالا كما قلت لكم هادو كانوا بروموسيون في السيمانه اللي فاتت. لقيت ايضا هاد لي تابي هادو اون فوسفورور، الثمن ديالهم نورمالمون كيديروا 7 اورو، ولكن في البروموسيون ردوهم ب 5 اورو. وبالنسبه لي ديمونسيون ديالهم هما هادو 68 سنتيم على 100، كتجي كبيره كيف ما كتشوفوا هكا هي محطوطه في الارض. زويونه حتى هي، فيهم الالوان هذه فيهم الكري والكحل وبغان، وهذه في الابيض. فوالا وخديت كذلك حتى هذه اللي هنايا اللي حطاها فوق هذه الطبله هذه في الكري، حتى هي فيها الوانات نفس الشكل. هذه صغيره عليها كما كتشوفوا معايا دايره هكا، شوفوا كي داير الفرور ديالها، حتى هو زوين كيبري زوين، حتى هو ما كيتحيدش. غير خاصكم تشوفوا راه نفس الشكل ونفس الثمن، وبارفو راه كيكونوا لي فورور ديالهم ماشي بحال شحال مره تلقى الحوايج مختلفين. الوغ هذه الثمن ديالها كيدير ب 4 اورو، هذه لقيتها ب 4 اورو ولكن صغيره على الاخرى اللي كدير ب 7 اورو. وبالنسبه للمطبخ كانوا هادو حتى هما اون بروموسيون دايرين 1 اورو، يعني 99 سنتيم بوغ هاد الطابي هادي، و ليغون ديالها ديال لو فور. شوفوا معايا فيهم الالوان حتى هما، كان الاحمر الازرق، وخديت انا هذا كحل وفيه هاد الخيوط بالارجونتي كيجيو هكايا. فوالا كيدايرين، وشكل اخر في الابيض، وهنايا فيهم الدوغي فوالا مع ليغون ديالهم. واخيرا لقيت هاد البلاطويات هادو رجعوهم، لقيتهم عاد مازالين، خديتهم خديت هذا اللي تيجي اوفال، كاين شكل اخر اللي ان بريزونطوار هكايا داير برجلين برجل ديالو، هادو فيه يلا هاد الرجيلات هنا هكايا. الوغ هذا الثمن ديالو جو بونس دون لي 4 اورو 5 اورو، ما بقيتش عاقله بالضبط مي فهاد جوي هادو. خديت هذا فيهم الابيض كذلك حتى هما شكل اخر في الابيض. فوالا كانوا هادو هما المشتريات اللي خديت مؤخرا. كنتمنى ان هاد الفيديو هذا يعجبكم، تاخذوا فكره على شنو كاين ولي بروموسيون اللي كاينين. ان شاء الله من هنا لقدام الا كنت خديت شي حاجه دون لا سيمين في هذيك لا بروموسيون نحاول انني نحط لكم الفيديو حتى نتوما باش تعرفوا شنو كاين. فوالا كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، تعملوا ليه لايك وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم حتى هما باش تعرفوا على الجديد. فكنضرب لكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو في راسكم وإلى اللقاء.